ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبرجا شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة مجلس إدارة الشركة باستمرار تنفيذ خطة تطوير الشركة ودعمها بأحدث الأوتوبيسات والمحافظة على والكفاءه الفنيه للاسطول الحالي بما يسهم في ان تحافظ الشركه على ريادتها للشركات العامله في هذا المجال وتقديم اعلى مستويات الخدمه للركاب